يلا ابقوا دائما اوفياء لنا من خلال صفحتنا على السوشيال ميديا. احنا مواصلين في حلقتنا لنها اليوم في استقبال ضيوفنا. التحق بنا الان يوسف بعلوج وهو مدير مشروع بودكاست ارابيا. لرحبوا به، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. الله يسلمك. يلا، من خلال العنوان بودكاست ارابيا، يعني يتمثل هذا في المشروع، راح نحكوا اكثر على هذا المشروع يوسف. شكرا على الاستضافة. مشروع بودكاست ارابيا الان يعني وفي تقريبا رسميا عنده اكثر من سنة ونصف شغال. هو مشروع يجمع ويتركز بشكل كبير على نشاطات اليوتيوبرز البودكاسترز في الجزائر وفي العالم العربي. الان عندنا يعني تقريبا 20 دولة في الموقع اللي هو جزء من المشروع. وننظموا فعاليات، ننظموا مسابقات، ننظموا يعني لقاءات لفائدة اليوتيوبر باش يتلاقوا ويتعرفوا، احيانا ديروا حفلات ديال الانيماسيون. يعني شكون كان صاحب هذه الفكرة او صاحب هذا المشروع انت؟ الفكرة هي تاعي، لانه عندي يعني سنوات كثيرة ملي كنت نتابع النشاط تاع لي بودكاستر في العالم العربي، وشفت انه ما كانش حاجة يعني مشروع يجمع كل هذه الطاقات والمواهب في منصة تكون سهلة وفليكسيبل، يعني باش الناس تقدر تدخل تواصل يعني ما بيناتهم. اكزاكتومون، باش الناس تدخل وتتعرف عليهم بشكل سهل ويعني بلا ما يتبحروا. يعني فكرت دخلت، ما عنديش بزاف دخلت هذا الموقع لبودكاسترز كامل يعني مشاركين فيه ومن مختلف يعني عربيا او دوليا، يعني احنا العالم العربي يعني العالم العربي يعني تونس حاضرة. حظا بقوة يعني الآن يعني العام اللي فات في كان عندنا أسبوع يوتيوب العربية، كان عندنا مشاركات من تونس، وهذا العام ثاني عندنا مشاركات من تونس. يلا نتعرفوا أكثر على هذه المسابقة من خلال ورقة نشوفوها مع بعض وبعدها نواصل حديثنا يوسف. أوكي يلا. فكرة جميلة جدا. يعني احكي لنا اكثر، كنت يعني على حسب ما نشوفوا انه لازم الفتيات يرسلوا لك دي فيديو من 3 الى 10 دقائق يطرحوا من خلالها مواضيع، يعني خلالها يعالجوا مواضيع تهم المرأة، يعني من المرأة الى المرأة، لانه احنا فكرة جات لما يعني انت تدعم المرأة. مرحبا بك. خلاص الفكرة جات، اطلقنا المشروع بعد فترة يعني كنا نتابعوا يعني يعني الزيارات تاع الموقع، حجم الزيارات، كنا نشوفوا انه العنصر النسوي ناقص في الزيارات تاع الموقع. بعد عملنا تكوين المحتوى في حد ذاته مش يعني اللي ممكن يهم المراه. فقلنا لو نخلقوا محتوى تشارك في صناعه المراه، حتى انتباهها يمكن اكثر. اكزاكتومون، يعني لو يكون محتوى تصنعه المراه ويكون مواضيعه تهم المراه وموجه للمراه راح يكون اقبال اكثر. وفعلا يعني لما عملنا الدوره العام الماضي في 2016 عندنا نسبه اقبال على الموقع خمس سيدات،
فقط في هذا الاسبوع ارتفعت للربع يعني ولات 25%. وهذا العام بدينا نشوفوا انه النسبه بدات تطلع وممكن حتى 35%. يعني هذا هو السبب اختياركم تحديدا للمراه. بالضبط، يعني كعدنا نحاولوا انه نخلقوا محتوى، لانه محتوى في يوتيوب الموجه للمراه قليل نوعا ما، ضعيف، والمتواجد يعني المحتوى الاصلي المتواجد يعني ممكن في الغالب يكون قنوات للموضه للمكياج وكذا. والله راحوا للفاشيونيستا، راحوا للانستغرام سناب شات. فما كاش يعني ليطرح قضايا حقيقيه تهم كل امراه، كل سيده عربيه. احنا ممكن في هذا الدورة طحنا مواضيع اللي هو التوعيه بسرطان الثدي، موضوع الثقافه اللي هو المطالعه، موضوع المجتمع اللي هو الاميه، وكان هذه المواضيع اللي ما تناولوهاش. حاولنا انه نصنعوا محتوى جديد ويكون فري هكايا ويكون يهم المرأة. والمواضيع اللي يعني طرحوهم في هذا اكزاكتلي. احنا في هذه الدورة يعني وصلتنا 20 مشاركة تقريبا من 5 دول عربية. وصلتنا من الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا ومصر. اخترنا منهم 12 مشاركة للنهائي بعد تصفيات هكايا، عملنا تصفيات اختيار احسن المشاركات. وطيلت يعني في مدة الترشيحات كنا نتابعوا المشاركات، يعني كنا يعني نتواصلوا مع هذو المشاركات ونعطوهم نصائح، نوع من الإدارة الفنية، تحسين الفيديو تاعهم. بعثوا لنا أول نسخة، بقينا نطلبوا منهم تعديلات معينة، ومن بعد احنا اشتغلنا على المونتاج النهائي. والنتيجة اللي شافتها يعني شافها الجمهور حاليا أو يصوت عليها حتى اليوم 14، لأنه يوم 14 حتى خلاص تعلن عن تنتهي المسابقة يوم 14، ويوم 15 راح يكون عندنا حفل اللي راح يكون فيها تتويج الفائزه بالفيزا تاعنا اللي هي 1000 دولار في حفل كبير ان شاء الله هنا في الجزائر العاصمه. يعني وحتى وان كانت الفائزه من خارج الجزائر راح يعني راح نحاولوا بشكل كبير. عندنا شقين في هذا. اول حاجه انه راح نسعوا اذا كانت الفائزه من خارج الجزائر، خاصه اذا كانت يتطلب فيزا، راح نحاولوا انه نسرعوا هذا الامر عن طريق يعني وزاره الثقافه، لانه عاده يدعم الامور، نسرعوا الامور باش تحصل على فيزا وتلتحق بينا. والا راح وخاصه ولا راح تضطروا ان تختاروا من الجزائر. لا لا ما لا احنا ما راح يكون هذا الامر. والا الخيار الثاني انه تعلن الفائزه بشكل عادي، والحفل القادم احنا لانه نعملوا فعاليه في بلادها، نديروا فعاليه مره كل 6 اشهر. فالحفل القادم اللي راح يكون في جوان او جويين نعرضوها وتجي هنايا في الحفل القادم تستلم الجائزه ان شاء الله. يلا كريمه يوسف، لكل الشابات اللي يعني يحبوا انهم يشاركوا في هذه المسابقه ننتظركم ان شاء الله العام القادم، لانه هذه الدوره ماذا بكم تشوفوا المشاركات يعني النهائيات نتاعها. اكزاكتومون، تشوفوا المشاركات ويعني تاخذوا فكره على طبيعه المحتوى اللي نشجعوا صناعته. واذا فيه يوتيوبرز بنات من الجزائر راح تكون عندنا ورشه تدريبيه، فممكن يتواصلوا معنا عن طريق صفحه الفيسبوك حتى نضمنوا لهم مكان في هذه الورشه، يزيدوا يتعلموا على المونتاج، الكتابه، الاخراج، التصوير، ما الى ذلك. وان شاء الله الدوره القادمه تكون اكبر، ويكون فيه يعني خاصه نقطه مهمه، يكون فيه تمويل ان شاء الله ودعم اكثر. دعم اكثر من لانه هذه المره الثانيه اللي نعملوها يعني بمجهوداتنا الشخصيه والفرديه. نتمنى انه العام القادم تكون فيها تمويل ان شاء الله، حتى تكون يعني الدوره اكبر، ونقدروا نجيبوا كل المتاهيلات مش فقط الفائزه، نجيبوهم هنا للجزائر يتعرفوا على بلادنا ويشوفوا بلادنا حتى ندعموا من خلال هذه التظاهرات السياحه الجزائريه. هم يعني في نهايه الامر معروفين في بلادهم، ولما يجوا يشوفوا الجزائر ممكن يعني حين يكون نوع من السياحه الثقافيه. اكيد نورتنا يوسف بعلوج. فقط نذكروا انك مدير مشروع بودكاست عربيا، نورتنا بالحضور نتاعك ومرحبا بك دائما، وان شاء الله نكونوا حاضرين في الحفل الختامي. الله ربي يحفظك. شكرا. اما لحظه مشاهدينا راح نمروا الى معلومتنا في دقيقه حول البوتاسيوم بعد ما نصين. يلا